على الجسم الفتره الزمنيه من 0 ل 3.5. ايه الفرق في المساله ديت عن المسالتين اللي فاتوا؟ المساله بدات بايه؟ السرعه. وعايز مين؟ عايز المسافات كلها اللي تطلعها للجسم. فانا لازم دلوقتي يكون عندي اس صح عشان اللي بيحط مكان ايه؟ دي اس عرض عندي دي بتساوي 3 تي تربيع ناقص 6 تي. يبقى الدي اس بتساوي 3 تي تربيع ناقص 6 تي دي تي واعمل تكامل الطرفين وبدل من الاوريجن. يبقى من صفر كام؟ من صفر ليه؟ دي يعني اس بتساوي تي تكعيب ناقص 3 تي تربيع. صح كده؟ طيب هو دلوقتي عشان احسب المسافات الكليه اللي هتطلعها للجسم انا احط منه صفر. السرعه دي اقعد افضل الثاني ولا واصل كانت نقطه عنده؟ كانت نقطه. يبقى عشان اجيب المسافه اللي هتطلعها للجسم لازم اسال نفس السؤال، هل السرعه كانت بصفر ولا لا؟ يعني 3 تي تربيع ناقص 6 تي بتساوي صفر، خد التعامل المشترك يبقى 3 تي ناقص 6 بتساوي صفر، يعني كام؟ 2 سوا. هل الاثنين بتنتقل الفتره؟ يبقى انا دلوقتي هروح اجيب الموضوع عند كام نقطه؟ هتروح تعوض المعادله ايه؟ عند اس كام؟ اس صفر. واس كام؟ اس 3.5. يبقى المسافه الكليه عباره عن اس 2 ناقص اس 0 زائد اس 3.5 ناقص اس مين؟ اس 2. عايز الافرج بص البي افرج هي عباره عن الدلتا اس على الدلتا تي، يعني اس مين ناقص اس مين؟ ده في الفتره اللي ماليش دعوه بقى هو وقف في النص ولا ما وقفش، ابص في البدايه والنهايه بس واقسم على مين؟ على الدلتا تي اللي هيكون كام؟ 3.5. طب عايز الافرج سبيد. يعني يبقى المسافات الكليه اللي بتطلعها على الجسم على الزمن الايه؟ على الزمن الكلي. انا جايبه هنا اهو على 3.5. هل الاثنين هيساووا بعض؟ لا، مش هيساووا بعض.